اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا ولقائنا النهارده مع شابات كره اليد النادي الاهلي مواليد 2006 واللي فازوا بكاس مصر هذا الموسم منذ ايام. برحب في البدايه بحارس مرمى الفريق جهاد وائل. اهلا بك يا جهاد. اهلا بحضرتك. منورانا. منور حضرتك. والف مبروك. الله يبارك فيك. وبنرحب بنجمه الخط الخلفي نوها ايهاب ونجمه الفريق. اهلا بك يا نوها. منورانا ومبروك. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. اجي لك يا نوها بقى نتكلم بقى عن الماتشات. انت فاكره زي ما سالنا قبل كده يعني زمايلك واللي كانوا معانا، طبعا الماتشات انتوا لعبتوا الزمالك، لعبتوا سبورتنج، سموحه 6 اكتوبر صح؟ من وجهه نظرك انت بقى مين كان اصعب ماتش؟ هو كان 6 اكتوبر، يعني كان الماتش صعب جدا. كان ليه صعب؟ الفرقه كانت نازله حفظانه وبيطلعوا على اللعيبه المؤثرين في الهجوم مان، والدفاع بتاعهم كان مقفل جدا برضو. الهجوم بتاعهم يعني كان كويس، كانت فرقه كويسه ماشيه معانا جون بجون لحد اخر دقيقه في الشوط الاول. بس الحمد لله الشوط الثاني يعني عرفنا نفك الدنيا شويه. طب انت بتلعبي خط خلفي، انت اكتر واحده بتبقى حاسه بالدفاع، يعني دفاع الفرقه الثانيه هم اللي بيقابلوكي وبيخشوا على ايدك وانت بتشوطي، يعني شايفه 6 اكتوبر حتى هتكون بتبقى منافس لنا في الدوري ولا ممكن نلاقي سبورتنج سموحه خلاص خرجت من الدوري؟ لا، هو هي تبقى طبعا منافس قوي جدا لان هم ما شاء الله عندهم اجسام كويسه، فبيعرفوا يطلعوا يقابلوا اللعيبه اللي بتشوط من بعيد، وبيعرفوا يطلعوا يقابلوا برده اللعيبه اللي بتعدي، فدفاعهم ما شاء الله يعني كويس. كويس، انت حاسه بكده؟ يعني هيبقى الموضوع صعب شويه بس ان شاء الله يعني نقدر نتغلب. مفيش ماتش سهل. يعني كل دوره مجمعه تعتبر كاس، لان انت بتلعبي كل الفرق اللي انت لعبتها في الكاس، يعني الكاس يعتبر كل دوره مجمعه. هي تبقى ماتشات كلها ضرب نار بصراحه. يعني الله ينور عليك. طيب احلى ماتش على مستوى الشخصي انت بقى لعبتي ايه؟ لا، هو ماتشات كتير يعني مش هقدر افتكر حاجه، بس الموسم ده يعني كان ماتش مثلا، لا في الكاس، نقول في الكاس بس. مين بقى الماتشات يعني افكرك؟ الزمالك وسبورتنج وسموحه و6 اكتوبر، مين يعني احسن ماتش مثلا لعبتي؟ اكتر ماتش سموحه، يعني كان الدفاع مأزم شويه، يعني كانوا يطلعين عليا مان في الاول في الشوط الاول، بس بعد كده في الشوط الثاني يعني عرفت ازاي اقدر اعدي منه واقدر اشوط يعني كده. فاكره حطيتي كام جون؟ يعني شروق قالت لي حطيت 8 9 في يعني الماتش ده، 6 7 كده حاجه كده تقريبا. انتوا وشروق اللي يعني حطيت تقريبا نص السكور. الحمد لله كانت ماشيه كويس. الحمد لله كنت ماشيه كويس. طب جهاد اجي لك، يمكن انت على حراسه المرمى بيقولوا دايما في كره اليد الجون نص الفريق، الكلام ده صح؟ طبعا. طيب الكاس كان اصعب ماتش او اكتر ماتش حراسه المرمى توفق فيه ايه؟ والله يعني انا اتكلم عن نفسي يعني نفسك. لا يعني انا الحمد لله كنت بلعب باداء ثابت. الحمد لله، برافو يعني عليك. الحمد لله برافو. بس يعني كل الماتشات كنت مأديها بأداء. فاكره تصديتي كل ماتش تقريبا اللي كان بتشوفي السكاوتنج؟ بحب اشوف طبعا. ايوه برافو عليك. يعني الحمد لله بعمل نسبه كويسه يعني. يعني كام مثلا فاكره؟ مثلا بعمل مثلا نسبه 40% يعني. حلو جدا. مثلا حلو جدا جدا. الحمد لله يعني في توفيق. المرمى لما يبقى 10 كور بتشوط عليك تصدي 4 أو 5 دي نسبه عاليه. لا الحمد لله يعني. طيب فاكره في ماتشات اتصوب عليك او يعني ضربات جزاء كتير؟ ماتش ايه بقى؟ هي كل الماتشات يعني. لا اكتر ماتش لو تفتكري. اكتر ماتش وكان في يعني موفق قوي في صد ضربات الجزاء، لان هي دي اللي بتبين قوي الجول، لان بتشاط عليك. انا بحبها بصراحه يعني، انا بحب ضربات الجزاء. ده غريبه. برغم ان هي بيبقى 1-0 ما فيش دفاع. بالظبط، بس يعني بتبقى فيها يعني لعب بقى دماغ الجون، بيلعب بقى قدام اللعيب اللي هو فعلا يشغل دماغه عليه. طب انت بتحبي تطلعي خطوه قدام ولا تقفي على اللاين؟ انا جربت السيزون ده ان انا اقف على الخط، فلقيتها حسيت ان انا شايف الكره اكتر. تاخد وقت الكره. طب ايه ميزه بقى ان انت تقفي قدام تاخد خطوتين ثلاثه وتقفي تصدي، او تقفي ورا اللاين؟ ايه الميزه بين دي ودي؟ ايه يعني اكيد قدام دي ليها ميزه برضو. طبعا. ايه بقى اللي بقف برضو قدام؟ طب ايه ميزه قدام؟ هي ميزه قدام ان انا مثلا بقفل الكوره اكتر، ولو الكوره سريعه مش هلحق اشوفها لو ورا يعني، فلازم اطلع اقفل بقى قدام. يعني